ليكزس 2023 الاكس 600 اف سبورت. هذه السيارة ان شاء الله حتدخل المزاد غدا اوغست 27، الممشى 7952 مايل فقط. تيجي في 6 سلندر، اللون الداخلي لونين احمر واسود. ستاير في الخلف، 7 ركاب. سنروف، في ملاحظة خفيفة هنا يا اخوان في الخلف. باقي السيارة ما شاء الله تبارك الله ما في عيوب. اي استفسار او سؤال يا اخوان الرجال تواصل معنا على الخاص.